طب انا لازم ابدا يعني. طيب هي المحاضرة دي انا عاملها انها تتقال في 10 دقايق او تتقال في ساعتين، فعشان بس من ايه ما نطولش عليكم هنبدا باول شكوى اللي هي اسمها ديسبيبسيا. ايوه قالوا لنا هي اي عدم ارتياح له علاقه بالاكل، شرحوها لنا كده. لا انا عايز حضرتك تكتشف المعلومه دي ان العيان حسب ثقافته، في واحد هيبقى واضح ويقول لك انا عندي عسر هضم، في عيان يقول لك ده والله ده انا عندي غازات. انت طبعا تساله السؤال الغازات دي على طول يقول لك لا بعد ما اكل، يعني اصبح ليها علاقه بالاكل. او التاني يقول لك انا بشبع بسرعه، بص يا دكتور لقمه قد كده وبطل اكل. ما هو دي شكوى برضه، ما تقولوش بقى يا بختك ده انت كده هتخس، لا طبعا ده مش وارد، دي شكوى وتحترم. النقطه الثانيه انا عندي شعور دائم بالامتلاء، انا باكل غصب عني ولما اكل بطني تتنفخ قوي. ما دام العيان قال لك لما اكل يبقى ريليتد تو ميلز، خلاص يبقى انت عارف انها ديسبيبسيا. ايه بقى حكايه الام القبضه دي ولا القضمه اللي انا كاتبها؟ هتلاقي عيان مثقف زياده يقول لك يا دكتور محمد انا عندي شعور بعدم الارتياح وزي ما يكون حد قافش معدتي، ماسك معدتي، عندي شعور عصر في الحته دي. اخر حاجه انت مستني تسمعها ان يقول لك العيان انا عندي حرقان. خد بال حضرتك ان الحرقان كجاستريك يعني او كريفلكس لا يمثل اكتر من 30%، وبقات الشكاوى دي كلها تنطوي تحت كلمه ديسبيبسيا. اعيد تاني عشان الناس اللي لسه داخلين، الهدف من المحاضره دي ان انا اديك فكره عن لغه العيان، انت هتتعامل مع المريض ازاي. انتوا الحمد لله لسه مخلصين ومش ناقصين علم، انا مش جاي اقول علم قوي يعني، انا جاي امشيك في حاجه براكتيكال اكتر. طيب يبقى عسر الهضم، غازات، شبع بسرعه، بشبع بمتلي بسرعه، بطني مليانه على طول، لا والله انا عندي حد ماسك بطني عاصر بطني، او في حرقان. اوكي طيب طبعا بتاخد الديسبيبسيا زي اي شكوى في الدنيا بتسمعها من اي عيان. المطلوب منك اول ما العيان يشتكي تعمل حاجه اسمها اناليسيز اوف كومبلين، هي دي اللي قالوا لنا عليها في الكلينيكال لما كنا داخلين امتحن بطنه، هو ده بتعمله في عيادتك. حضرتك الالم اللي في معدتك ده بقاله قد ايه، بيزيد ولا بيقل، ايه اللي بيزوده، ايه اللي بيقلله، طب الوجع ده بيسمع في حته، فاهمين قصدي ولا لا؟ طب وصفه لي كده شكله ايه الالم. فاكرين الكلام ده حضرتك هتنفذه وهتطبقه وانت موجود في عيادتك. طيب مش العيان ده يا دكتور اللي انا هقوم اديله قرص زنتاك او رانتيدين، او لو يعني العيان معاه فلوس شويه او مديله حاجه اوميبرازول بروتون بامب انهبيتورز مع حاجه بروكاينيتك وهيتحسن؟ ايوه هيتحسن، ويخرج من عندك يقول انت دكتور جميل، مش مطلوب منك اكتر من كده. بس انا دوري النهارده ان احط قدام حضرتك ما يعرف بيه الفلاج ساينز او الريد فلاجز. ايه معنى كلمه ريد فلاجز؟ مش كل عيان عنده حرقان هتجري بيه تعمل له منظار او تحوله يعمل انفستيجيشنز، مش كل عيان عنده ديسبيبسيا انت هتتخض عليه الا لما يكون في شويه علامات مهمين قوي. زي ايه؟ بص يا دكتور هو وجع هنا ومعايا كتمه نفس، يعني مش قادر اخد نفسي طول الليل، انا قاعد مش عارف اخد نفسي. خد بالك بقى وبقيت ازود المخدات 3 4 مخدات، الشكوى ابتدت تتغير من انها شكوى جي اي وابتدى نروح ناحيه ايه؟ لابد انك تعمل اكسكلوجن ان في كاردياك بروبلم. وطبعا هتقوم تفحص العيان لو في لور لمب قديمه، لو سمعت عليه حاجه، لو في كريبيتيشن في الباك اللي هو حاجات الكارديولوجي اللي انتوا عارفينها. تاني حاجه لو العيان قال لك انا عندي ويت لوس، اياك ثم اياك ثم اياك، من ربات البيوت المصريات الست المصريه الجميله اللي هي من 40 ل 50 سنه بتخسي في الوزن، يا ماما يا ابني ده انا اختفيت، وتلاقيها مثلا 140 كيلو. الوجع ده بتجيبي دم، ده الدم من فوق ومن تحت، ده انا دكتور ما طبعا حضرتك تتحرك دقه شويه. ايه الدليل انك خسيت؟ وريني الحزام كده اخباره ايه؟ البنطلون وسع عليك ولا لا؟ طب اللي حواليك قالوا لك انك خسيت ولا لا؟ طب عندك ميزان ووزنت ولا لا؟ دي من ضمن العلامات المهمه قوي، لان اول ما تلاقي ان في لوس اوف بودي ويت على طول بيجي في دماغك لا صحصح، ده انا جاي بعد البريك ويعني اكلته واخدته نسكافيه وصحصحته. الدكتور اسامه قال لي انا قعدت اصحي واحد واحد، المفروض انا بقى ليكوا صاحيين.
طيب اي loss of body weight انا بشك جدا جدا في حاجه مش كويسه، فطبعا ابقى مركز في النقطه دي. البلد، يعني يا دكتور جاب بلد في الاسطول ولا جاب اي حاجه ليها علاقه بالبلد؟ احنا بنتخض من البلد جدا. العين يقول لك انا رجعت دم، تقول له تعالى لي كان لونه ايه؟ يقول لك كان لونه اسود يا دكتور. معاه ايه؟ معاه اكل. طب وانت بترجعه؟ كنت برجع او تعمل اوعو اوعو وبعدين قمت جايب دم. سهل كده؟ هيماتيمسيس. او انا لاحظت ان الاستول بقى لونه اسود. تقوم انت سأله السؤال الشهير، هو انت بتاخدش فيتامينات؟ ما بتاخدش اقراص حديد؟ ده عشان تتاكد هي ملينا ولا مش. واضح ولا لا؟ طيب اخر حاجه بقى، العيان يقول لك انا اللقمه بتقف هنا واشرب وراها ميه. ده اسمه ايه ده؟ اللي هي صعوبه البلع. يا دكتور انا يا جماعه انا جاي اقول لغه مريض، انا جاي اعلمك ازاي تتعامل مع مريض. اللقمه بتقف هنا واشرب وراها ميه. لا بص، اللقمه بتقف هنا واعمل كده عشان تعدي. كل ده هتسمعه. بص حضرتك، اللقمه انا باكلها بتشكني في الحته دي بس بتنزل، مفيش صعوبه. لا دي حاجه تانية اسمها في فرق بين ان انا عندي الم مع البلع، وده يحصل لواحد عنده تونسلايتس او فارنجايتس، ايه المشكله؟ او ان انا عندي صعوبه بلع، انا ببلع بصعوبه، ببلع بميه، اللقمه بتقف هنا، عندي الشعور اوف ستيكي ميلز ان هي واقفه في الحته دي. طب بتقف هنا واقوم اشرب ميه واشرب شاي عشان تنزل. كل ده ينطلق او يجي تحت كلمه. اخر حاجه ان العيان يقول لك انا جربت كل حاجه ورحت الخمس دكاتره وانت رقم سته، ويقوم جاي، انت هيجي لك الحكايه دي، الناس اللي بيجوا من الارياف او من بعيد شويه، شايل شنطه كبيره كده سودا او بيضة ويقلبها قدام منك، تلاقي فيها كل انواع الادويه. واحنا دكاتره لذيذه قوي بنكرر نفسنا، الدكتور اداله اوميبرازول، تقوم انت مديله اوميز او اوميباك، ما كلهم اومي، انا يعني خلاص ما انت عملتش حاجه، لازم تغير، لازم تفكر بره الصندوق. خلاص كده؟ اشكرك اشكرك. بقول لي عشان اضحك بس. المهم ما اعرفش يعني طيب اشكرك كده بجد والله فعلا يعني، بس يعني خضتني كده، بس انا صوره بطاقه يعني مش كده. المهم ماشي، احنا كنا وقفنا فين؟ بتصورني ليه يا عم؟ فيلير اوف تريتمنت، العيان ما استجابش للادويه. احنا عندنا تعريف صغير وجميل وشيك للمتخلف عقليا اللي هو المنتال ريتاردد. ايه هو؟ واحد ما بيكتسبش اي مهارات او خبرات من التجارب السابقه. العيان جاي لسيادتك وقال لك انت الدكتور رقم خمسه، انا رحت الخمسه قبل كده وانت سته وخدت كل الادويه دي. اوعى تقوم مكرر نفسك تاني او مكرر الدكاتره اللي قبليك ومديله نفس الدواء. تقول له لا، انت فيك علامه من علامات الخطوره. حضرتك لازم تروح تعمل انفستيجيشن، عايز تعمله بقى سي تي سكان، عايز تعمله ابر اندوسكوبي، زي ما انت تشوف حسب ما انت حاسس بايه في العيان. لكن اوعى تكرر نفسك، تطلب فحوصات. ويا سلام بقى تكون انت اللي جبت التايهه. يعني كانت الشخص بعته يعمل منظار وطلع لك انها بيبتك ألسر. وطبعا لما حد دكتور صغير بيبعت لي اعمل منظار كده بقوم باعت له جواب شكر يعني عشان قدام كده يعني عشان يبعت لي تاني. المهم يعني خلاص هسيب لكم عنوان المركز بتاعي. طبعا انا بس هم دول اللي انا حبيت اركز عليهم، العيان اللي عنده نهجان، العيان اللي بينقص في الوزن، العيان اللي فيه بلد من فوق او من تحت، العيان اللي هو مش عارف يبلع، اخر واحد العيان اللي ما استجابش لكل الادويه. ده ما تترددش وعلى طول تبدا تقول له تعالى نعمل ايه؟ تعالى نعمل انفستيجيشنز واهمهم الابر اندوسكوبي. اوكي؟ طيب. تاني نقطة على طول عايز اتكلم عنها الباول هابتس. ايوه انا بسال العيان بقول له ايه اخبار الطبيعة؟ عايز اوضح نقطة مهمة. هما ليه سموها باول هابتس؟ عشان دي بتبقى عادة المريض كده. يا دكتور انا كل يوم بدخل الحمام مرة. العيان اللي بيدخل الحمام كل يوم مرة لو قعد ثلاث ايام ما يعملش هو كده انكونستبيشن، لان هو متعود كل يوم. في واحد يقول لك انا متعود كل يوم ثلاث مرات، ما هو ده بقى لو عدى يوم يبقى كانه دخل في ايه؟ فاوعى تنسى اوعى تنسى اوعى تنسى ان اسمها ايه؟ باول ايه؟ باول هابتس. ما تقولش تقول ايه؟ لا 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 اصل هتقولنا في الكتاب لو عدى خمس ايام يبقى، لو اكتر من ثلاث مرات في اليوم يبقى دايريا. لا الكلام ده مش صح. انت لازم ترجع الموضوع للباول هابتس بتاعت العيان. اوكي؟ طيب نفس الحدود، اوعى تنسى المعلومات المهمة انها بيرسون تو بيرسون فاريشن، حاجة اندفيدوال من واحد لواحد. هو عمره قد ايه؟ هو ايه طبيعة حياته؟ هو الراجل ده بيشتغل ايه؟
هو واحد شغال وشقيان ولا لا، بياكل ازاي، عامل ازاي، كل الحاجات دي لازم تسال عنها. طيب لتشينج ان باول هابتس، شويه اسئله تحت كده. الفريكوانسي هم كم مره في اليوم؟ طب البراز ماسك ولا سايب؟ طب وصفه لي. خلاص نعدي الحته دي عشان انتوا لسه متغدين. الدايريه، اي واحد من حقه يجيله دايريه. ايه الديفينيشن اوف دايريه؟ فاكرين؟ 3 مرات في اليوم. خلاص ماشي. او هو العيان جاب سنجل اتاك، هي مره واحده بس كانت ووتري خالص او لوس خالص، او جاب بالكي ستول اللي يقول لك الفوليوم بتاع الستول ده كبير اكتر مش عارف 300 سي سي ولا ايه. انا طبعا معترض على الرقم ده، ده للناس اللي بتاكل بسكويت بس، مش بتوع الفول والطعميه والكشري، ما ينفعش. فاي حاجه من دول اسمهم دايريه. امتى انا اهتم بالعيان اللي عنده دايريه؟ لما ابص الاقي فيه ايه، خد بالك انا ابتدى يبقى لونها احمر فيها دم، او انا شايف عليها مخاط، الاستول بتاعي بيجي عليه مخاط، او حصل معاها فيفر، ده انا بسخن وحرارتي بتعلى، و و و، او الموضوع بقى له فتره طويله، انا بقى لي اسبوعين وعمال اخد انتينال على فلاجيل على امريزول على مطهر اسمه ايه ومفيش استجابه، يبقى ده ابتدى يدخل فيما يعرف بالكرونيك دايريه. او حصل معاها ايه، لوس اوف بودي ويت. هعمل ايه للعيان ده؟ نفس اللي فات قبل كده، ابتدي ادخل معاه في الانفستيجيشنز. يبقى اول فقرتين في محاضره النهارده ان انا مين العيان اللي هعالجه ويمشي، ومين العيان اللي هقول له لا انا عايز منك شويه فحوصات. حتى لو هو بيزورك لاول مره، انا كان عندي عيان من اسبوعين ثلاثه في عيادتي، حد جميل خالص مثقف وحلو خالص، بقى له شهرين عنده دايريه، معاها لوس اوف بودي ويت، معاها فيفر، عملت له اتش اي في طلع بوزيتيف، هو ما يعرفش جاله منين. لكن حضرتك متخيل ان ممكن تبقى بدايه الاتش اي في ايه؟ كرونيك دايريه. اوعى تنسى المعلومه دي. اوكي؟ انا مش عايز اكرر نفسي تاني، لو عايزين المحاضره هنرفعها لكم على اي مكان، هتبقى موجوده يعني ما فيهاش مشكله. ثالث حاجه عايز اتكلم عنها، دكتور الحته دي بتوجعني. تقول له طب وهنا؟ يقول لك لا 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 لا، هي في الحته دي بس. احنا متعودين في الاريتابل باول او ما يعرف بالسباستيك كولون، الحته دي وجعاني شويه ودي وجعاني شويه ودي شويه، ومره يجي مغص ومره غازات كتيره ومره تعصرني ومره مش عارف ايه، واول ما ادخل الحمام ارتاح، اول ما اطلع ريح ارتاح. ده شكوه العيان. هيجي واحد بيعمل لك بوينتنج، يقول لك هي هنا. تقول له طب الناحيه دي؟ يقول لك يا دكتور هي الناحيه دي. اكتر حاجه نخاف منها اما يكون البين في بطن العيان ثابت، لان ده اجينست انه يكون اريتابل باول. الارتابل باول متنقل هنا مره وهنا مره وهنا مره، ومتغير بحالتك المزاجيه، ومتغير وفقا لطبيعه الاكل. وكل الارتابل باول يتحسن او يقل بعد دخول الحمام. طيب يبقى اوعى تنسى في الكرونيك ريكرنت بين الثابت اخطر. انا كتبت لك بالعربي وحاطط جنبها علامه هي عشان ما تنساهاش. طيب عملت العيان وفحصته، عندي نفس الحدوته ما يعرف بكلمه ايه؟ الريد فلاجز، اللي هم ايه كمان مره؟ ان العيان بتاعي عنده فيفر او توكسيك فيتشرز، واحد جاي عرقان وزيني لا خلاص هو توكسيك فيتشرز، زيني حرارته عاليه. العيان بتاعك اللي عنده سيجنيفيكانت لوس اوف بودي ويت، اللي قال لك الوجع بيصحيني من النوم كل يوم، انا بصحى من النوم على الوجع ده، دي حاجه تبقى سيجنيفيكانت. في بلاد في الاستول، لقيت لون عينين العيان مغيره، وانا بقت فيها جوندس، وهتكلم بعد شويه على الجوندس، او لو حاصل معاها اديمه، او لو سيادتك بتفحص العيان لقيت ابدومينال ماس، مضطر انك تعمل له حاجه اعلى من كده على طول، انك تبتدي تعمل له ايه؟ ايمج. ابدا بابدومينال الترا ساوند، ما جابتش حاجه او كانت هيزي تطلب سي تي، سي تي يوز اورال اند اي في كونتراست، ما جابش حاجه تطلب ام ار اي، ما جابش حاجه تبعته لي اعمل له منظار كده يعني. اوكي؟ انا مش عايز اقول حاجه ثاني في جي اي غير دول، لان الفقره الاكثر تشويقا هي الليفر. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، اللي عنده اسهال وامساك وبيرجع هيجي لك، لكن اللي قالوا له الليفر بتاعك عليه شويه دهون هيدور على اكبر اسم في البلد ويروح لها. فانت عشان تقنع الناس ان انت كمان ليك في الكبده، ليك في الكبد يعني ليك في الليفر يعني، هتاخد وقت شويه. ولازم العيان اللي يجي لك يسمع منك الكلام اللي قاله له اكبر استاذ، او اللي سمعه اول امبارح في التلفزيون او في الراديو. لا يعني عيانين الليفر دول هتلاقيه عامل دوسيه واخد اشعات وتحاليل وعمال يلف على كل الدكاتره يسمع من ده ومن ده ومن ده. لا يفطتك قال لك اما اطلع اكشف بالمره، لازم يسمع منك نفس الكلام التاني. ما ينفعش مثلا يبقى فيروس بي وتقول له لا لا مش هنعالجه. فيروس سي تقول له لا استنى عليه شويه اصله مش نشيط. لازم يبقى كلامك منطبق مع الكلام اللي في التكست بوك ومع الجايد لاين العالمي ومع اللي هيقوله اكبر استاذ في مصر. اتس اوكي؟
طيب طبعا اي ليفر فيه فحص وفيه لاب وراديولوجي وحاجات زي كده. خلينا نتكلم الاول على الهيباتيتس A الاكثر حدوثا. مش بالضروره يبقى عيل صغير، ده انت ممكن تلاقي طالب جامعي او واحد مخلص تعليمه. الهيباتيتس A، شوف خد مني المعلومه دي، حاجه زي دور البرد كده بس بيطول شويه، بيجي ويروح without complications، ده في الغالب يعني في 99% من الحالات، without chronicity يعني مش هيطول مع العيان، هم من 2 ل 6 اسابيع وهيروح. عمر العيان بتاعك ما هيدخل في كارير ستيت، مش هيبقى حامل للمرض لانه هيروح منه، ونفر ان يكون فيه سيروزز، وطبعا استحاله يحصل بعد منه كارسينوما. يبقى اوعى تنسى ان الهيباتيتس A كل حرف السي ما بيحصلش معاه، مفيش كرونيسيتي، مفيش سيروزز، مفيش كارير، مفيش كارسينوما، اوعى تنسى. اوكي طيب ايه قصه العيان ده؟ هو جاله فيه كورال، تقول له تعالى بقى حضرتك اعمل كومبليت ريست، خد الليفر سبورت ده لو انت عايز، اديله سيمتوماتيك تريتمنت، هو جاي بيرجع يبقى تديله حاجه انتي ايميتيك وحاجه للجي مثلا اتش 2 بلوكر او حاجه للجاستريك وخلاص. وتقول له انا ما عنديش محاذير في الاكل الا في الدهون الزياده، لان الدهون الزياده تخليه يرجع. انا اعرف ناس اول ما يلاقوا عيان هيباتيتس A يقولوا له عليكم على العسل الاسود، يقعدوا يدوا للعيان العسل الاسود ده 6 اسابيع ما فيش غيره، فطار وغدا وعشاء بالمعلقه، ويشربوا ويعصر عليه ليمون ويقلبوا. العسل الاسود مليان ايرن لغايه ما يحصل له ايرن اوفرلود، والعيان يكرهه وينقص في وزنه. فحضرتك ما عندناش ريستريكشن في الوجبات، الممنوع الاساسي هو اشمعنا الفاتس؟ عشان هتخليه يرجع بس، وهي حمل زياده على الاستومك. طمأنت اهل المريض بالذات مامته، اخواته، ياكل لوحده، يشرب لوحده. بقول لك يا دكتور خلاص انا هبعده عنهم، انا هطلعه قفص الفراخ اللي فوق السطوح. لا طبعا يا ستي ما ينفعش، هو مع اخواته عادي وياكل ويشرب معاهم، اهم حاجه الحمام، شويه ديتول شويه كلور وانطهر بعد منه. طبيعي ان كل انسان له معلقته وشوكته وفطه، يعني حاجته العاديه دي ما فيهاش مشكله. طيب ايه علامات انه اتحسن؟ اوعوا تنسوا احنا عندنا 2، واحد اسمه اس جي او تي وده مش بتاع الليفر، لكن بيمتاز انه له شورت لايف، فبيبقى جود انديكيتور اوف امبروفمنت. العيان بتاعك من اسبوع كان الاس جي او تي بتاعه 3000، بعد اسبوع ومديت العلاج لقيته 150، لازم تستبشر تاخد شهيق كده وتقوم راجع في المكتب كده وقاعد الحمد لله ده بيخف، انا اديته دواء. تعملوا الحاجات دي ولا لا؟ ما انت لازم تبقى عندك ثقه في نفسك. لا ده انتوا عايزين سوشيال، ماشي ما علينا. اخوه على طول اللي جنب منه اس جي بي تي، يا دكتور ما ده كان 3000 ولسه 2500. تقول له لا ده مش مهم ما تشغلش بالك بيه. ابوه بقى راجل مثقف، يا عم انا دخلت على النت امبارح قال لك الاو تي ده ملوش لازمه والبي تي ده هو بتاع الليفر. انت ما لازم تبتدي تشرح للعيان خاصة لو هو مثقف، تقول له الاس جي بي تي ده بتاع الليفر فعلا وهو السبيسيفيك، لكن بيعيش في الجسم فترة طويلة، بيطول معانا بياخد اسابيع وشهور، يعني لو ابنك اتحسن على ما يروح حلني. انت عارف بقى الجوندس دي هتختفي في الدم وتفضل عينه صف، اصله البتاع اللي اسمه البلوبين ده بيحب البياض بتاع العين. خدت بالك من لغتك مع العيان؟ دي اللي بتخليك تكتسب ثقة اهل المريض. اصل فيروس ايه مش هتحوله عشان حد يعالجه، يعني شويه ليفر سبورت على سيمتوماتيك مع راحه ومتابعه للعيان ورزقك بقى، كشف استشاره كشف لغايه ما العيان يبقى كويس خلاص. طيب اوعى تدور على الاي جي جي، الاي جي لا هو اي جي ام طبعا. ها ماشي، والله انا مش مادي ولا ماني ميكر، بس هو يعني هي الفلوس بتيجي غصب عنك، يعني انت يجي عليك مرحله نفسك طول ما انت ماشي بتكعبل في فلوس فبتقلق طبعا، فما تقلقوش. وبعدين انتوا داخلين الطب حبا في الطب ولا مع حاجه اقتصاديه؟ انتوا عارفين الخمسه عين اللي هم بقابلني انت وهو. المهم لا والله العظيم الامور هتبقى كويسه، يعني هو بس في الاول بتتعب شويه وعادي مفيش، بعد كده في الامور بقى كويسه ما تقلقش، وهتلاقي ليك سعادات كده. يا سلام جبت عربيه 127 او 128 اللي هي مش عارف الموتور ورا ولا قدام، دي حاجه ايه مكيفة يا جماعة، دي أحسن من الفور باي فور، دي عربيته جايبها بفلوس. أيوة يا جماعة طبعا، هتبدأ حياتك خط ده دي سنة ربنا في الكون، خطوة بخطوة، وتبقى صغير وتعبان ومزنوق وعليك ديون، وشوية بشوية الأمور هتمشي. مرة واحدة نفسك عم ربنا عمال يديك ما تبقاش فاهم ربنا بيديك ليه، أنت صبرت على اللي ربنا اداهولك فربنا بيعوضك، فما تقلقش خالص، اوعى تكون أهم الحكاية دي. وبعدين أنت عايز تبقى شاطر وذكي ومن الأوائل في كلية الطب وبتفهم وكمان معك فلوس،
وما عاوز. طيب هيباتيتس بي، ايه معلوماتنا على الهيباتيتس بي؟ انه بيخلي الشاشه ترقص. ايه معلوماتنا على الهيباتيتس بي؟ انه بينتقل فيرتيكال برينترال ثم سيكشوال. هل الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي سوشيال بروبلم؟ يعني لو واحد اتش اي في الناس بتجري منه، يعني لو في مصلحه حكوميه، استاذ محمود ده اللي هو بتاع شؤون الموظفين عنده اتش اي في وبيجي يحضر في الشغل، ما حدش ياخد اجازات ولا يدخل عنده المكتب، او مثلا يقفلوا عليه ويبعتوا له ورق من تحت، لانه هو سوشيال بروبلم. هل البي والسي سوشيال ترابل؟ يعني عين البي تسلم عليه، ايه المشكله؟ تحضنه وتبوسه يعني في الحدود، ايه المشكله؟ مفيش مشاكل، لكن اكتر من كده مفيش. لانه اوعى تنسى بيمتاز البي عن السي انه ينتقل ايه؟ سيكشوال. السؤال الشهير بقى اللي انا بخرج من المحاضره دي الاقي التليفون جاي لي، يا دكتور انا كنت عندك في المحاضره، انا فلانه وفي الامتياز وجالي واحد يخطبني وهو دكتور بس طلع عنده هيباتيتس سي. اقول لها يا بنتي السي بيتعالج مفيش مشكله، طلع عنده هيباتيتس بي، اقول لها ايه؟ والله اشوفك الاول، لو لقيتك يعني ممكن يجيلك فرصه ثانيه، مفيش لا هو ده نمسك فيه. المهم يعني والله تفهموني غلط، انا بقول نكت مش قصدي حاجه يعني. طيب المهم لقيناها. الحاجه الثانيه احنا بقى ما صدقنا جالنا الراجل ده، نقول لها حضرتك خدتي الفاكسين؟ اتطعمتي؟ يا دكتور طعمت. نروح نعمل الانتي بودي، الهيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، وهو التتر بتاعه بيطلع يا نيجاتيف يا بوردر لاين يا اميون. اقول لها يا ستي انت اميون ولا يهمك، احنا ما صدقنا الراجل اللي اسمه زقلط ده جالنا وبتقوله حلو ومريش، توكلي على الله وبرضه هنعالجه مفيش مشكله. خلاص؟ طب لو لقينا حضرتك نيجاتيف ما اتطعمتيش اصلا، معلش ناجل الفرح ست شهور، يا ريت حضرتك تطعمي ونتاكد ان الانتي بودي بقى عالي وانت اميون وتوكلي على الله. مفهوم ولا لا؟ طب انا بوردر لاين، طب خدي بوستر دوز تطعيم تاني وبعدين نتابعك، وبعد ما تتجوزوا بقى كل سنتين ثلاثه اعملي بره الانتي بودي، اطمني على نفسك. يبقى دي اول حاجه انا جاوبتها من كل الموضوع الكبير ده جنب كلمه السؤال الشهير اللي هو ايه؟ الزوج والزوجه هيعملوا ايه؟ هو نسبه انه يتنقل قد ايه ما بين المتجوزين؟ 3% بس. يعني من كل 100 كابلز عايشين حياتهم مع بعض بقى لهم 15 20 سنه اتنقل ما بينهم في 3%، فحاجه ما تخضش قوي. طب هيتنقل بارنترال؟ مفيش قرب الدم فيك يا مصر، العالم كله بيتعمل لها سكرين للبي والسي والاتش اي في وبتعدم وبيندهوا لصاحب القرب يعملوا له نوتيفيكيشن ويبلغوا عنه. فطبعا انسى الدم يتنقل منه، مفيش الكلام ده. خلاص بقى يبقى مفيش غير دكتور الاسنان. ثلاث ارباع دكاتره، لا 90% من دكاتره الاسنان دلوقتي خلاص جايبين حاجاتهم وتعقيمهم وتلاقي عندهم اوتوكلاف وعندهم كل حاجه. انا عايز اقول لك انا بحلق عند حلاق جايب اجهزه تعقيم، يعني الدنيا غير الاول والناس بتتعلم. طب فيرتيكال اخر بقى فقره اللي هي ايه؟ واحده ست عندها هيباتيتس بي فيروس وهي حامل دلوقتي، نعمل ايه؟ نعمل ايه للجنين ده؟ نعمل له ترقب وصول، عارفين ترقب وصول؟ اول ما ينزل نبتدي نديله الاميونوجلوبولين، موجود فين؟ في المصل واللقاح. هو فايل واحد على قد الولد مفيش مشكله، تقوم جايبه بس في خلال قد ايه؟ اول 48 ساعه. واضحه دي ولا فيها مشاكل؟ انا بديله بس الاميونيتي عشان لو عدى اي حاجه من دم الام لدم الجنين خلال عمليه الولاده انا طعمته خلاص، او انا عالجت عملت مع موضوعه خلاص. طب البيبي ده بيعدي؟ يا جماعه ده البيبي بيعدي، وبعدين الحكومه ربنا يا رب يعمر بيتها ويخليها، هتمسكوا الطعام بقى عند 2 اسبوعين، عند عارفين الحكايه دي، وعند شهرين، وعند اللي هو السكيدول بتاعنا. مفيش اي بيبي اتولد في مصر يمكن من 10 15 سنه فاتوا الا وبياخد التطعيم بتاع الهيباتيتس بي، فما تقلقش. اتس اوكي. اخر سؤال، انا اتشكيت امبارح والعيان احتمال يكون عنده هيباتيتس بي فيروس. احتمال يا ابني ولا متاكد؟ لا انا متاكد. شفت الدواء اللي احنا لسه جايبينه والمصل واللقاح؟ مش احنا لسه مين حد جري جابه وجه؟ بس تجيب 6 لانه حسب البودي ويت. احنا جبنا واحد فايل اديناه لمين؟ للواد البيبي. سيادتك تاخد كام؟ انت هات 6 وشوف البودي ويت بتاعك، ممكن تاخد 5 البنات او تاخد 6. اخده امتى؟ خلال 48 ساعه من لما تشكيه. واضح ولا فيها مشاكل؟ يبقى دي الفكره بتاعت او اجابه الاسئله دي كلها.
ننزل بقى للفقرة المهمة. أنا عندي عيان قدام مني عنده هيباتيتس بي فيروس، إيه الاحتياطات الواجبة؟ خلينا نقسم الهيباتيتس بي فيروس إلى مجموعتين، واحد أكتف وواحد مش أكتف. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ إنك تلاقي حاجة من الآتي، ركز معايا قوي. العيان عمل الهيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين ولقاه بوزيتيف، قام جايبه وجاي لك جري على العيادة، قال لك أعمل إيه يا دكتور؟ تقول له استنى عليا أنا هتأكد بقى، هعمل لك ثلاث حاجات. الـ ALT اللي هو الليفر انزيمز، الترا ساوند، واحيانا يعملوا معاها الفا فيتو بروتين، ماشي مفيش، الاثنين دول واحد. اي ام لوكينج فور وات؟ اتش سي سي. مش انتوا فاكرين ان الهيباتيتس بي فيروس كان دي ان ايه؟ عشان كده بيصنف ان هو واحد من الاونكو فيروس. يعني ايه اونكو فيروس؟ يعني فرصته حلوه ان يجيب للعيان اتش سي سي، يعني مش لازم العيان يوصل لسيروزز، ممكن يبقى لسه يا دوبك واخد الفيروس بيه ما بقالوش 10 15 سنه وهو كومبنسيته زي الفل وتلاقي عنده اتش سي سي. ليه؟ اصل الهيباتيتس بي فيروس عباره عن دي ان ايه، فيتحول بسرعه لان هو اونكو فيروس، يتحول الى اتش سي سي اللي هي باتسولار كارسينوما، هيباتوما يعني. اتس اوكي. يبقى انا عملت للعيان ايه اللي فيه، بعت يعمل سونار مع الفيتو بروتين مفيش مشكله، عملت له البي سي ار الهيباتيتس بي فيروس بي سي ار، عد كمي للفيروس. امتى ابدا العلاج؟ لو سيادتك لقيت الاي ال تي مضروب في 2 او اكتر، اخره 40 لقيته 90، تعالج. العيان بتاعي الليفر بتاعه مش عاجبني، باين فيه ايرلي سيروزز، ابدا. العيان بتاعك الهيباتيتس بي فيروس بتاعته اكتر من 20,000. يا دكتور ده قالوا الكلام ده خلص، 20,000 ايه؟ ده بيقولوا دلوقتي من 2000. انا بصراحه مع الدكاتره اللي بيبتدوا يعالجوا من بعد 2000. وضحت الفكره دي ولا لا؟ يبقى ايه هم الانديكيشن اوف تريتمنت ان هيباتيتس بي فيروس؟ ها ALT دبل او اكتر، ها ايرلي سيروتيك او الالف فيتو بروتين عالي شويه بس ما وصلش لتشخيص اتش سي سي، ثم البي سي ار اكتر من 2000. ها عالجوا قد ايه؟ يلا بقى ها. قالوا في كتاب الطب لما يختفي البي سي ار اكمل بعدها سنه وسنتين. عارفين الكلام الجديد ايه؟ لونج لايف، العمر كله. يبقى اي عيان عنده هيباتيتس بي فيروس احنا اسفين مضطرين نعالجه العمر كله. ده بدا وهو عنده 20 سنه، يا سيدي ايه المشكله؟ ال 50 سنه اللي جايين من عمره ياخد فيهم ده قرص واحد كل يوم ومالوش سايد افكت يعني، وحاجه بسيطه خالص. انت حميته من ايه؟ من الاكتيفيتي اوف ذا فيروس اللي هو تركيبه، وبيقدر يدخل جوه ويعمل بدري عن غيره. فهمتوني؟ طب الراجل الثاني بقى اللي ال تي كويسه والفيروس بتاعه 150 والليفر زي الفل، اقول له ايه؟ اقول له لا انت هتتابع، روح وتعالى لي بعد 6 شهور وتعمل له كل الحاجات دي. يبقى العيان ده هيمشي على متابعه لمده ها 6 شهور، وتعمل له نفس القصه مره ثانيه، ويفضل يستمر معاك ممكن سنوات طويله، ويفضل ما بينشطش. اوعى العيان يزهق منك. يعني ايه؟ يقول لك انا بقالي 5 سنين جات لك فيهم 10 مرات، كل مره صرفت قد كده اشعاعات وتحاليل غير الكشف بتاعك يا دكتور والقعده بره، انا مش جاي تاني. اوعى ييأس، لازم تشرح له، لازم تقول له ده فيروس بي، ده اللي بيعض الكبد، ده اللي فرصته حلوه، لازم تخوفه شويه. وضحت؟ حد كان عنده سؤال هنا؟ اتفضل. والله يا دكتوره انا حضرت وهم ما بيعالجوش الا فوق ال 20,000، وحضرت اليومين دول وهم بيعالجوا تحت ال 2000. انت فاهم قصدي ولا لا؟ مش عايز ادخل معاك في حاجه اسمها يعني جين ميوتيشن وفي عيان هتعالجه هو اقل من 2000، بس خلينا دي كده كويسه لغايه دلوقتي. العيان لقيت في حاجه اعلى من كده، يعني انت لسه دكتور بادئ، اعلى من، محتاج تفاصيل، يا تقراها من مصدر كويس، يا اتصل بيا هسيب لك رقم تليفوني كلمني، يا احط لك تليفون العياده حوله لي يعني، مش مشكله. طيب الهيباتيتس سي فيروس، مصر عاصمه العالم في الهيباتيتس سي فيروس، احنا النسبه عندنا 8%، اقل دوله بعد مننا تايلاند مش عارف 5.9 ولا حاجه كده. ليه الهيباتيتس سي منتشر في المصريين؟ مش عارفين، بنقول عليها. طيب اوكي، طب هقول بس ليه، ماشي، مش تايم از اوت يعني معانا وقت ولا ايه؟ معانا وقت، هم مترجمينها صح، هقول بس خلاص وامشي. الهيباتيتس سي ليه في مصر منتشر؟ مش عارفين، لدرجه ان قال لك ايه، واحد عنده هيباتيتس سي بس مش قايل للناس، حلق دقنه الصبح، قابل واحد صاحبه في الشغل برضه حلق دقنه، قال حطوا دقنهم على بعض، والله العظيم احنا مش عارفين نفسر،
بتمسك العيان تحقق معاه، تقعد تعصره، تعرف هو جاله منين ما تلاقيش. لدرجة إن التكست بوك يقول لك إيه؟ Community acquired hepatitis C virus in Egypt. بقت وصمة مش عارفين إيه. الحمد لله طبعًا إحنا بنعالجه الأمور يعني كويسة جدًا جدًا. أي عيان يطلع عنده hepatitis C virus إن شاء الله بثلاثة ساغ لازم يتعالج. يعني إيه؟ الليفر انزيمز حلوة مش حلوة ماليش دعوة. الألفيت بروتين مش عارف إيه ماليش دعوة. الليفر سيروتيك ولا في إيه ما دام كومبنسيتد وشكله حلو ماليش دعوة. أي رقم تلاقيه في البي سي آر it is an indication. أعالج مش هستنى. أصل ده أقل من 1000 أنت حالتك بسيطة. لا يا حبيبي إن شاء الله يكون هو الرقم لغاية 15 إن شاء الله يكون 17. يبقى أي عيان هيباتيتس سي لازم يت إيه؟ الدواء الجميل الشهير دلوقتي السوفوسبوفير السوفالدي متوفر وفي منه الكومبايند فورم وصراحة بيتصرف في كل مكان لدرجة إن عندنا مشكلة دلوقتي إحنا عايزين نروح للعيانين نجيبهم مش عارفين. يعني عايزين كل الناس تتعالج. يعني مفيش ويتنج ليست. وانا عايز اقول لك ان كان في دواء في الدوله شارياه وابتدى يبقى اكسباير لان مش لاقيين عيانين. يعني العيانين ما بيجوش مش عارفين نوصلهم ونجيبهم. بس تقريبا كل الناس اللي اتعالجوا بنسبه 99% الحمد لله كانت نسبه شفاء عاليه قوي. ده بالنسبه ليه للدواء اللي اصله سوفوسبوفير اللي هو فيه دواء سوفالدي. هو في حاجه جديده هنا، في حقنه بيجربوها في امريكا تاخدها النهارده وبعد 18 يوم وبعد 3 شهور وباي فيروس سي. هي بس حقنه تاخدها 3 مرات ومتشكرين. انت حضرتك متخيل؟ قصدك تقول يا دكتور محمد ان احنا كلها 5-6 سنين ما يبقاش عندنا فيروس سي؟ فعلا ده هيحصل. ولذلك اللي منكم ناوي يدخل التخصص بتاعي اقول له يا ابني بلاش احنا قربنا ما نلاقيش ناكل. فيعني ايه ابعد عنه. طيب دي خطه العلاج بتاعتي. انا بدات العلاج وتاكدت ان هو البي سي ار عالي وما بقيناش نعمل بايوبسي واديت العيان وبقى تمام التمام. الاسئله الشهيره ما بين الراجل هو جوزي عنده انا اعمل ايه؟ ولا اي حاجه انه لا ينتقل خلاص مفيش مشكله. يعني لو جالي عريس هيباتيتس سي توكلي على الله. ما احنا لسه موافقين من شويه، احنا وافقنا على البي، مش احنا لسه مجوزين واحده زميلتكم من شويه؟ دي برضه مجوزها مفيش مشكله. طيب اتشكيت امبارح اهي دي بقى فيها كلام. ترجع بقى للعيان تتاكد هو عنده هيباتيتس سي ولا لا، وعنده مثلا بي سي ار عالي يعني عنده فيريميا في دمه ولا لا، وما قدامكش حل يا حلو اصلك ما عندكش ايمينوجلوبولين، تنتظر ويت اند سي. بعد 4 اسابيع وفي الغالب مش هتلاقي قوي تقوم عامل بي سي ار، لقيته نيجاتيف تقوم مستني لغايه ما يبقوا 12 اسبوع. طب لو لقيته بوزيتيف في اي وقت من الاوقات، في بعض الناس بيقول لك اكيوت هيباتيتس سي فيروس ممكن نعالجه. دي دراسه المانيه انا ضدها. ليه ضدها يا دكتور محمد؟ اصل 20% من الناس اللي جالهم هيباتيتس سي فيروس خاصه لما تشكوا حصل لهم حاجه اسمها سبونتينيوس كليرنس. يعني فرصه حضرتك حلوه انك تخف. طب افرض ما خفتش وبعد 6 شهور بقى عندي كرونيك هيباتيتس سي فيروس، يا هتاخد الحقنه اللي هي لسه بنقول عليها يا هتاخد الدواء 3 شهور وفي كل الاحوال هتخف. فاهم قصدي ولا لا؟ مفيش ما يدعو ان اكيوت هيباتيتس سي فيروس اعالجه بالانترفيرون اللي هو الدواء بتاع زمان ده اللي بيعلم بيه لربنا اللي هو مليء بالسايد افكت. فويت اند سي، انتظر وشوف العيان هيجرى له ايه. طبعا البيبي اللي بيتولد لام لا مفيش مشاكل خالص، الام اللي عندها هيباتيتس سي فيروس تحمل وتولد وترضع ومفيش فيها اي مشاكل ابدا ابدا ابدا. كان نفسي اطول معاكم بس الوقت خلاص تايم از اوت. فطبعا اي سؤال، اي حد عنده اي سؤال؟ مش اسمه ايه ده قال لك لا يختلط الزيت بالماء؟ هو لبن الام بيختلط، دم الام بيختلط بدم الجنين. ما لسه قايلها قال لك لا يختلط الزيت. مش انت عارف المعلومه دي الا اثناء عمليه ال اصل يا ابني الولاده دلوقتي ما بقتش مسارعه زي زمان. يعني زمان كانت ولاده وسرعه ويجيبوا الواد مش عارف ايه يطلعوه والكلام ده كله. لا ده الامهات دلوقتي بتنام تصحى تلاقي الواد جنبها. يعني الموضوع خلص يعني. ايوه بص يا حبيب قلبي، كونك اتعالجت من الهيباتيتس سي ما يعنيش الدنيا خلصت. انت عندك ليفر لازم تقيم وضعه، تدور على اي دكتور كبد كويس وتبتدي تتعامل معاه وتقيم وضع الليفر كل 6 شهور. وايه المانع انك اتعالجت تعيدي مره ثانيه؟ بس خد بالك اصل الهيباتيتس سي فيروس بيطلع انتي بودي يدوم العمر، فدي فرصه قليله منعدمه. مش هيحصل بس يحصل حاجات ثانيه. سؤال. نعم يا فندم. ايوه كده ده السؤال المهم. اشكرك والله يا دكتوره. هنا ولا اخر واحد تحت اهو 0100 510 4342.
حضرتك شفتيه؟ اي حد بيتصل بيا يسالني في اي حاجه، انا يعني انا في ناس بعالجهم بره بالواتس، ولا جولي ولا كشف ولا دفع اي حاجه خالص. هو يا ابني الطب دي مهنه جميله وكويسه، وانت ربنا بيرزقها غصب عنك يعني، بس ما تبخلش على حد برد، مش لازم يجي يكشف وبتاع، لا عادي ماشي. بس المناظير حسك عينك، علام سكوب وفي ميدان الجيزه انت حر. ماشي، حد عنده اي سؤال تاني؟ انا مش شايفك يا ابني، انت قلت يا دكتور كده خضتني. اتفضل. اه فوق حبيبي، ازيك؟ انت حاجز بلكون بقى قول. تعمل ايه؟ لا 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 خالص خالص، ابدا ابدا ابدا، الكلام ده كله طلع غلط. ان اللي بيتعالج بالادويه الجديده بيجي له اتش سي سي، كانت اشاعه كده وراحت لحال سبيلها، لا مش صح خالص. يا جماعه احنا لسه بنعرف الدنيا ماشيه ازاي، اصل خمس ست سنين ده مش وقت كافي عشان تحكم على الفيروس على الدواء. في ناس بيقولوا اصل الادويه دي بتخبي الفيروس وما بتعالجوش. انا بصراحه ما بحبش التشاؤم. انا بقول للعيان انت بقيت حد جديد، تابعني بس كل فتره نطمن عليك، فاهمني؟ لكن خلاص شيله بقى من حساباتك، دور على حاجه ثانيه. والله فعلا هقول لك على حاجه، مش احنا من 20 25 سنه ما كناش عارفين نعالج البلهارسيا؟ وكنا بنعمل هي كلمه ودي ظهرك للترعه والحاجات، ما تروحوش انتوا على الكلام ده. احنا النهارده زيرو بلهارسيا، هيجي علينا وقت نبقى زيرو فيروس سي، ده جاي هيحصل يعني، فهمني ولا؟ ولذلك اوعى تتخصص جي اي. مين سؤال تاني؟ اتفضل. مين انت بتقول دكتور وتعلقني، فوق يا ابني ولا تحت؟ فوق اتفضل. بص يا حبيب قلبي، انا شايفك بالعافيه بس هجاوبك. انا بدات للعيان العلاج، بعد اسبوع بعمل له شويه تحاليل بسيطه عشان ديتكت السايد افكت اوف دراجز، زي مثلا ايه سي بي سي لحسن يقلل البليتلت ويعمل له انيميا، الاس جي بي تي لحسن يعليه، حاجات كده بسيطه. وبعد 25 يوم من العلاج بقوم عامل له البي سي ار مره ثانيه. تقريبا 95% من العيانين بيبقى زيرو، يعني هم 25 يوم كفايه او اقل من كده ان الفيروس يختفي. طب بتكمل شهرين بعد كده ليه؟ عشان ما يحصلش بقى ولا ريلابس ولا، فاهم قصدي ولا؟ فهم التلات شهور كفايه خالص، والدواء الكومبايند زي الهارفون والادويه دي تكفي وزي الفل. قول تاني سؤال تاني. اتفضل. العيان السيروتيك انا بقيمه الاول، لقيته سيروتيك وكومبنسيتد بياخد الادويه العاديه، اصل هو انسان طبيعي. سيروتيك ودي كومبنسيتد له ادويه معينه، بس لازم يعني احدد الوضع. كان عندي عيان 77 سنه وسيروتيك واسايتس وفليفر سيل فيلير وبيدخل في هيباتيك انكفالوباسي وجاي ياخد العلاج، تديله هيغير ايه في وضعك؟ اصل هو الليفر خلص، الليفر قاعد يبقى الشنك لغايه انا مش لاقيه، بعمل له سونار مش لاقي الليفر، فاهم قصدي ولا لا؟ فطبعا انا يعني انا ما رضيتش يعني، فاهمني؟ للاسف راح لحد يعني مش زميل وبدا له العلاج، وجالي بعد اسبوع بقى ديتيريتد بصوره لا تتخيلها، لان هو الضرب في الميت حرام يعني، هو العيان خلصان وهو ملصم نفسه بالعافيه، كويس انه قادر يمشي. فلا ما تديش، لازم تقيم وضع العيان. ايه تاني؟ اشكركم جدا، اتفضل يا حبيبي. بص يا حبيب قلبي، كل الادويه الجديده السوفوس بوفير اللي هو السوفالدي هو الكورنر ستون بتاعها. يعني هو انت متخيل ان الهارفوني اللي طالعين بيه السما ده ايه؟ سوفالدي زي حاجه ثانيه. فاهم قصدي ولا لا؟ احنا كنا بندي سوفالدي وداكلا ككومباينيشن قرص وقرص. هم لزقوا الاثنين في بعض وحطوا ليدس بيفير اللي هو مكان الداكلا مع السوفالدي، شغال زي الفل. الدواء بتاع مصر دلوقتي بتاخده مننا امريكا اللاتينيه اللي احنا صنعناه عندنا، خدوه بيستعملوه زي الفل وحاجه بجد نتيجه كويسه جدا يعني. اوعى حد يشككك في اللي بيتعمل على ارض مصر، حاجه جميله يعني، جميله قوي يعني. انا عارف ان ده هياثر على المدى البعيد على عياداتنا وعلى شغلنا وكده، لكن انا مبسوط الناس بتتعالج، ربنا يعني هيطلع حاجه جديده والناس هيقول لنا برضه ما تقلقش يعني، الرزق مش هيقف. سؤال، مش انت سالت مره يا ابني؟ طب اتفضل. والله الفايبروس كان يعني اللي جاب الجهاز واسترزق بيه زمان الحمد لله، اصل هو الجهاز كان بمليون وبيجيب ثمنه في ست شهور كده، فكان حاجه حلوه يعني، ما كانش في السياسه. ماشي، مين تاني؟ طيب اشكركم. والله بجد انا برد على التليفون وما بزهقش، ده تليفوني الشخصي فعلا، انا قافله بس دلوقتي عشان يحاول يجربني عشان المحاضره، لكن بفتحه وبرد على كل استفساراتكم من اول جالي عريس لغايه هي حقوله اتجوزها ولا لا، الحاجات دي كلها مفيش مشاكل يعني. السلام عليكم.